اولا انا ممثل باسم القوات المسلحه قشيه باسم ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحه نتقدم بتعازينا الحاره لاهلنا واخوتنا في ترهونا في وفاه هؤلاء الشهداء جعلهم الله من الشهداء الوطن وفعلا هم باذن الله حيكونوا شهداء لانهم يدافعوا على بيوتهم وعلى ديارهم ضد هؤلاء التتار المغول. ثانيا تقدم باسم قبائل وشفان العريقه بتعازيهم الحاره لاهلهم ولاخوتهم في ترهونة. ولا ينكر التاريخ ان وشفان وترهونة هم في خط واحد منذ ابان الاحتلال الايطالي وايام الجهاد. لا ننسوا خط احمد المريض رحمه الله وعلي بن تنتوش عندما كانوا في الجمهوريه الطرابلسيه وكانوا في خط واحد يقاتلون عن وشفان وعن ترهونة. وقبائلنا كلها باذن الله حتكون يد واحده في خدمه القوات المسلحه وصف منيع يدعم القوات المسلحه باذن الله، سواء كان في وشفانة في ترهونة في النواحي الاربع في الجلات في النوايل في كل المكان في كل مواقع ليبيا الحبيبه. نتقدم لكم بحر التعازي في هؤلاء الشهداء الكرام البرره الذين قدموا انفسهم فداء للوطن. بارك الله فيكم.